معنى الكلمة. وأنا هوضح لحضرتك كلمة علاج بمعنى الكلمة من هذه المداخلة من سنة مضت، فمش معقولة من سنة هيبقى مسكن ومستمر كل هذه المدة. خلينا نسمع الحالة دي من حالات خشونة الركبتين، ونرجع مع بعض كده نحللها من الناحية الطبية. خلينا اخد الحاجة عواطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. ايوه يا دكتور. انا جيت لحضرتك من السنه اللي فاتت، وكنت بعمل حجامه عشان كان عندي خشونه في رجلي وكان عندي غضروف في ظهري. الحمد لله من ساعه ما عملت الحمد لله رب العالمين، ربنا جعلك سبب يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. الله يحفظك يا حاجة عاطف، ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك. يعني ما شاء الله انا يعني بقالنا سنة وعاملين الحجامة. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين الأمور بقت كويسة و الحمد لله يا دكتور، يعني الحمد لله يعني خفت وظهر الحمد لله. ودلوقتي رحت لحضرتك تاني عشان خاطر برضو قال لي عندك الدكتور، عملت تحليل سكر وقالوا لي عندك استعداد للسكر، فرحت لحضرتك وجبت من عنده الاعشاب. تمام، ربنا رب يجعلنا سبب دايما ان شاء الله في شفاء حضرتك. ربنا يكرمك يا دكتور. الله يحفظك حاجة عواطف. يا رب. انا عايز اتكلم مع حضرتك شويه عن الحجامه، لان دي برضو من النقاط المهمه جدا في الطب البديل، وواخده برضو للاسف عند بعض الاشخاص صدى سيء. لا لا. ولكن لا لا. انا عايزك زي ما بيقولوا اسال مجرب ولا تسال طبيب. لا، احنا الطبيب معانا هو، هنسال المجرب اللي جرب عند والله. الطبيب دوت. فعايز والله اعرف. جربت والله العظيم الحمد لله، يعني خدت علاجات كتير ورحت دكاتره كتير وخدت حبوب كتير، بس اللي جابت معايا الفايده الحمد لله رب العالمين، لان صلنا عن الرسول عليه عليه الصلاه الصلاه والسلام، عليه والسلام. افضل الصلاه وعندنا في والسلام. بلدنا في النوبه من زمان بيستعملوا الحجامه دي، اكيد طبعا طبعا. ووالده حضرتي كانت بتعملها كل شهر، ده تمام. صلنا عن رسول الله عليه عليه الصلاه الصلاه والسلام. والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك يا دكتور. ربنا يحفظك حاج عواطف، اشكرك شكرا جزيلا، شكر الله لك على حسن ربنا الدعاء. يبارك فيك شكرا. يا رب يا ابني، ربنا الله يخليك. يبارك لك، الله يبارك في عمرك فندم، شكرا جزيلا ستي، شكرا. الحاج عواطف من سنه، يعني لا هو مسكن ولا هو حاجه مؤقته ولا مسكنات زي ما بنقول هتمشي عليها سنه، هي من سنه كانت اتعانت من خشونه في الركبتين وغضروف قطني، وعلى حد قولها يعني خدت علاجات كتيرة جدا وحبوب كتيرة جدا ومفيش فايدة. وكان الحل الحمد لله رب العالمين في الحجامة آلية من آليات الطب البديل الطبية. ما اروحش بقى يعني اخد كلام دكتور أسامة كده واروح اعمل حجامة في مسجد، اروح اعمل حجامة في مركز، اروح اعمل حجامة عند واحد قريبي، اروح اعمل حجامة عند الشيخ فلاني، وترجع تقول ما جابتش نتيجة. ظلمت نفسك، ومش عايز اقول ظلمت الحجامة، ولكن ظلمت نفسك جدا جدا ان انت خدت تجربه غير حقيقيه وتجربه غير طبيه بمعنى الكلمه. الحاج عواطف من سنه الحمد لله رب العالمين انتهت المشكله تماما بعد فتره من علاجات كتيره وادويه كتيره وما كانش فيها فايده او امل. اوعى حضرتك تعتقد ان الطب البديل مجرد، عذرا في الكلمه، عطار وحد بيعمل حجامه. انا بشوف حاجات حقيقه يعني يندى لها البشر الجبين زي ما بيقولوا من القسوة في التعامل في الحجامة. وأنا عملت الحلقتين جريمة الحجامة، أتمنى اللي ما شافهمش يرجع ليهم تاني، موجودين على الصفحة الرسمية لقناة الرحمة، موجودين أيضا على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي. فعلا بمعنى الكلمة يعني إجراءات إجرامية، عشان كده سميتها جريمة الحجامة. اوعى تعتقد حضرتك ان الحجامه مجرد تشريط، مجرد دم بيخرج، مجرد انت جايب علبه جديده وتقول لي دي الكاسات دي معقمه. ما هيش معقمه لا من قريب ولا من بعيد، مصنعه من المخلفات، ما فيش سبيل لتعقيمها إلا بطريقة معينة من الناحية الطبية مش يعرفها غير الأطباء. وبالتالي لا تعتقد أن ما تقوم به خارج عيادة طبية هو حجامة خالص. وزي ما بقول لحضرتك، مش مجرد أن أنا بشرط وأجيب دم، مش مجرد تشريط فظيع ومؤلم خالص بمعنى الكلمة، طريقة طبية معينة، طريقة تشريط معينة، أماكن معينة، عدد جلسات معين، عدد كاسات معين، حجم كاسات معين، أماكن على العصب معينة، أماكن بستثير بها بعض خلايا المخ وبعض خلايا الجسم لغرض معين، إلى آخره. من حيث الكيفية اللي أنا أقدر بها الحجامة، أنا عايز أعمل إيه؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا لابد أن أنا ألفت نظر حضراتكم لها. حاجة عاطف من سنة، معنى كده أن علاج خشونة الركبتين ليس حاجة مؤقتة،
أن علاج خشونة الركبتين في الطب البديل ليس مجرد مسكن ولكنه علاج بمعنى الكلمة، والحالات كتير جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة كما ذكرت من قبل مبهرة بمعنى الكلمة للطبيب قبل المريض. خشونة الركبتين مرتبطة ارتباط وثيق بزيادة الوزن، وزي ما قلت لحضرتك انت هتقولي طب انا وزني مش زايد وعندي خشونة ركبتين او عندي الام في الركبتين، ليست قاعدة ولكنها تقترب الى الاكثرية. كتير جدا من الحالات الزائدة في الوزن هنجد عندها خشونة ركبتين. ليه؟ هذا المفصل المسكين بيشيل حضرتك ويتحرك بيك طوال اليوم الا ساعات النوم فقط. هذا المفصل سبحان الله ربنا خلقه وصنعه ان هيشيل مثلا 70 كيلو، حضرتك زدت في الوزن بقيت 80، يعني زدت 10 كيلو، اضربهم بقى في 4، دي الزيادة اللي حدثت على المفصل، يعني 40 كيلو زيادة على المفصل. زدت 20 يبقى انا 80 كيلو زيادة على المفصل. هذا الضغط زي ما يكون هضغط على الازاز بتاع المكتب ده لابد ان هو هينشرخ. ده اللي بيحدث في غضروف الركبة، بيتشرخ بمعنى الكلمة ثم يتآكل ثم ينتهي مع زيادة الوزن. نعم مع زيادة الوزن. وأول سلمة في علاج معظم أمراض العظام الفقرات والركبتين بيكون بداية بتنزيل الوزن. وكتير من أطباء العظام أول حاجة يوصيها للمريض لازم تخس، وتخس صح، ودي نقطة بقى مهمة.